في وادي العلايق الواقع في ضواحي ولاية البليدة، ينطلق الفلاح عمر لجني ثماري بساتينه من الكليموتين، حيث تتدلى أغصان الأشجار المثقلة بالثمار في موسم جني وفير. تشكل هذه الفاكهة تقاطعا بين اليوسفي والبرتقال، خالية من النوى وأكثر حلاوة من سائر الحمضيات. في المستثمر هذه عندنا حوالي 250 قطار من نوع طامسون كليمونتين، عد ستة ولا ليفاليتي تاع الحمضيات. تعتبر ولاية البليدة سلة غذاء الجزائر في إنتاج الحمضيات. وفي مستثمرات بني تامو يحرص الفلاحون هنا على الحفاظ على البرتقال المحلي ذي الجودة العالية. عندنا 55 هكتار وخمس إيران ومستثمرات جماعية، وراهم المستثمرين اللي يداو ترابهم اللي راهم يخدموا في الأرض هذه. تظهر جولة في سوق الجملة للخضر والفواكه في بوفاريك وفرة في العرض وأسعارا منخفضة. كاين الحمضيات بكل أنواعها، الأسعار في متناول الجميع، كاين أسعار من 5000 8000 10000 بسعر الجملة بالطبع. تنتج الولاية ما يقارب 5 ملايين قنطار، رقم تعتلي به الصدارة على المستوى الوطني. عندنا الإنتاج يوميا نقلوا 100 قنطار ونسوقوها، عندنا الرافيكو، عندنا بوفاريك، كاليتوس، عندنا 3000 قنطار نقلوها في الشهر. المنتوج العام سنة إن شاء الله بإذن الله 4,700,000 قنطار، مردودية تاع 236 قنطار في الهكتار، هذو توقعات تاع العام سنة. حاليا رانا في حوالي 1000 هكتار هذه اللي تم جنيها. تؤكد الرؤية الاستشرافية للدولة النتائج المرجوة. خارطة الطريق في الزراعة الاستراتيجية تثبت فعاليتها وتحقق الاكتفاء بتوفير معادلة ثلاثية: مناخ ملائم، مياه عذبة، وأراضي خصبة.